منعت استيراد البيض. بعد أن تم منع الاستيراد ارتفعت أسعار البيض بشكل كبير، لتصل طبقة البيض إلى 6000 دينار عراقي بعد أن كانت ب 2500 دينار كما استمعتم. أحد التجار يوضح سبب ارتفاع الأسعار وتدخل جهات حكومية متنفذة لاستغلال منع الاستيراد ليس لدعم المنتج الوطني، وإنما لتحقيق مكاسب وأرباح واحتكار للسوق. فنشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشاي البيض عراقي هذا؟ والله حبيبي العراقي، بصراحة كان الكارتون مالته ب 26000 قبل أسبوعين. البارحة أنا مسوق، أسوق للمحافظات. البارحة ب 53، اليوم صار ب 60، يعني يومية يزيد 7000 الكارتون إلى 10. شنو ماكو أحد يراقب؟ ماكو أي مراقبة. يعني أوكي، مع المنتوج الوطني، لكن مو مع الجشع هذا الجشع. شعبنا بعد ما ناشد حكومة، لأن الحكومة هم المتنفذين وأصحاب القرار، هم يملكون المشاريع والحقول المال البيض المائدة. عندك ما أذكر لك أسماء، لا بيكون صريحين. منهم عصام الأسدي اللي يتحكم بمشروع الديوانية. مخليها بواجهة أخو عماد، وعدهم بالعصائب متنفذين، وعندك جماعة بقوات هسه مال زرباطة. أنت تتحمل مسؤولية هذا الكلام؟ مسؤولية كلامي أخي، أنا كل ثلاث أيام أربعة قاعد أحمل 600 كرتون ب 13 مليون 12 ونص، هسه إذا أحمل 200 كرتون ب 20 مليون وما حد يشتريها، غالية، طبقة توصل 6000 دينار عراقي. يعني هسه هذا عراقي؟